في هذا البيت بحي العسكري شمالي النجف شهدت المحافظة واحدة من أبشع الجرائم وأكثرها دموية وغرابة. عائلة كاملة لقت حتفها على يد ابنها الأكبر الذي أقدم على إنهاء حياة أمه وأخته وأخيه، وأصاب أخاه الآخر بجروح خطيرة. أما الدوافع مادية بسبب خلاف على 5 ملايين دينار عراقي فقط. استخبرنا من الخط الساخن 104 بوجود حادث إطلاق نار من المنطقة الشمالية في محافظة النجف الأشرف، تحديدا حي العسكري، وعلى الفور توجهت دورياتنا. تبين الحادث وجود إطلاق نار ومقتل بعض الأشخاص، عددهم 3 أشخاص، وأصابة الرابع. القاتل هو أحد ذوي هذه العائلة وابنهم الأكبر. وعلى الرغم من صعوبة السيطرة على الجرائم الجنائية في النجف بحسب القيادات الأمنية فيها، يبدي متخصصون قلقهم من تكرارها بصورة بشعة بين الحين والآخر، مشددين على أهمية معالجة أسبابها ودراستها بشكل دقيق للحد منها قدر الإمكان. اليوم ما نشاهده من جرائم بشعة بالعوائل، هذا يعني مؤشر جدا خطير. أسبابها طبعا جدا كثيرة، لكن أهم شيء، أهم سبب هو التفكك الأنظمة المجتمعية أو تفكك الأسري اللي يحصل في بداية حياة الطفل أو بداية منشأة، بالتالي راح يلجأ إلى المخدرات. إحنا ما نقول المخدرات بسبب البطالة أو الفقر، لكن المخدرات اليوم شملت كل المستويات، بالتالي هذه المخدرات أيضا عامل مهم مع زيادها في حدود جريمة القتل. مدعوين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تنتشر وبكثرة للأسف في المجتمع العراقي والمجتمع النجفي كافة. بالعناية المركزة وبحالة حرجة يرقد الناجي الوحيد من فاجعة العائلة النجفية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الجاني. أما صدمة النجفيين بهذه الجريمة المروعة فما زالت قائمة. من النجف، محمد رزاق، التغيير.